لم تجب ولدك؟ ماذا وراء صمتك؟ أجبني بالله عليك. لا أعرف. لماذا يريد الأبناء أن يكشف لهم الآباء عما حاولوا العمر كله أن يحجبوه عنهم؟ أنت تخفي عني أمرا يا أبي. لم تجب ولدك يا أبي. من شابه أباه فما ظلم يا ولدي. الآن أدركت كم كان أبي يتألم وأنا أجادله. كان بوسعك أن تكون وزيرا لابن مروان وتجنبهما مشقة الحياة هذه. عبد العزيز، أنت لا تدري ما الحرب حتى هذه الساعة يا ولدي، ولا تدري كيف أسر أبوك من أجل هذين الطفلين، ولا تدري كيف أنقذ حياتي ابن مروان هذا الذي تريد قتله. أنا أعلم أنك تهواها يا ولدي، وتعلم أيضا يا أبي لما نفرت مني. ما قصدت يا عبد العزيز؟ وأنا ما قصدت يا أبي إلا أن أسألك السماح لي بالرحيل. الرحيل؟ سألتمس لنفسي طريقا آمل أن ترضى عنه. أتريد أن تهجر أباك وأمك يا موسى؟ ربما استطعت أن أعينها على ما أصابها. ربما استطعت أن تصحح خطأ أبيك يا ولدي. كنت أرى أنه لا متسع للخطأ في حياة أبي. إذا كان أبوك قد أخطأ فلن يدعك تكرر خطأه. نعم يا عبد العزيز، لن أدعك تجوب بلاد الدنيا بعيدا عني. تحرم من أبيك وأمك ولا تراهما حتى وهما على فراش الموت. نعم يا عبد العزيز، هذا ما حدث لي، ولست بمستغرب ما أسمعه منك. لست صغيرا إلى هذه الدرجة. أنا الذي كبرت يا ولدي، أنا الذي كبرت، ولا أريد أن أحرم من رؤياك ما بقي لي من العمر. لن أبقى هنا بعد اليوم يا أبي. إذا كنت عازما يا ولدي فخذ بيد أبيك معك. ترحل معي؟ إذا كان هذا يريحك ويريحها فأنا لم يبق لي إلا أن أخلد للراحة أنا أيضا. هذا قلت يا موسى؟ قلت فلتسمح لي بالرحيل. ترحل عني؟ لم يبق شيء يا رجل. بل بقي الأبناء يا أخي. لكن لم؟ وإلى أين؟ إلى حيث الجزيرة. أما لما فهناك سببان. أولهما ولدي عبد العزيز، ولدي يتعلق بابنة البصري كما تعلم، وأنت تعرف كيف أخطأت قديما بهجر والدي. والثاني؟ أنت يا أمير. أنا؟ هل حدث مني ما يستوجب الرحيل؟ بل منا نحن. كيف يا رجل؟ مولاي، لا تخفف من وقع ما أقول بابتسامة أحبها. ما لك يا موسى؟ مولاي، كدت تقتل ليلة الأمس بيد أهل بيتي. ماذا قلت يا موسى؟ ما قلت إلا الحق يا مولاي، وما أتيت إليك الساعة إلا لأريحك وأريح نفسي باعترافي لك، وما وافقت ولدي على الرحيل إلا أملا في نسيان إساءتنا إليك. لم أفهم ما قلت. طفل البصري، أتذكرهما يا عبد العزيز؟ كبر الطفلان
وكأننا فرعون يتعهد موسى إلى أن يكبر. والله ما أنت بفرعون ولا هما بموسى، ولكن ويريد ولدك أن يرحل معها؟ من قال إنها سترحل يا أبا عبد الرحمن؟ أستحلفك بالله أن تعفو عنها يا من مولاي. أجل ولدك أم من أجل المصري؟ بل من أجل أمها يا مولاي. لقد أخبرتك بما كان بيني وبين أمها، ولا أريد لولدي أن يصبح موسى آخر، ولا أن تصبح هي نائلة أخرى. ما عليك إلا أن تأمر لي بالرحيل يا مولاي. أليس هذا كثيرا يا موسى؟ ليس بأكثر مما قدمت إلي مولاي. لا أستطيع أن أحصي ما أسديت إلي. كفى يا رجل ولترحل. معها يا مولاي، معها، ولكن فلتعلم أنني قد أهدرت دم أخيها وصاحبه. سنرحل من الغد يا مولاي. نعم، من الغد إذا أردت. وأعتقد أن الشمال الأفريقي يناسبك وأهلك الآن. الشمال الأفريقي؟ ألا تريد أن ترحل بعيدا عني؟ ولكن يا مولاي، لا أهل لي ولا لها هناك. لست بحاجة إلى أهل، لكنك بحاجة إلى جيش هناك يا أبا عبد الرحمن. يا رجل، حينما استشرتك في أمر حسان ليلة البارحة كنت قد خلعته فعلا وعينتك مكانه، ولولا مؤامرة دارك لقتلي لأخبرتك. مولاي، مولاي، أنا لا أستطيع أن... لا تستطيع ماذا يا موسى؟ مولاي، أنا لا أستطيع أن أتحمل كل هذا منك، ثم لا أستطيع أن... لا تستطيع أن تعلم الناس الإسلام يا رجل. خضع الشمال كله الآن، ما عليك إلا أن تعلمهم أمور دينهم. أبعد أن تجاوزت 60 يا عبد العزيز؟ سأظل أحبك يا موسى حتى ولو خرج من دارك من يريد قتلي. يا موسى، على بركة الله سر، فوالله إني أرى أنك كنت أهلا لها منذ زمن، وما ظلمك إلا حبي لك. كنت أريدك إلى جواري، فلتعذرني ولتصفح. كفى يا رجل وارحل إلى حال سبيلك. موسى، أرني وجهك. أبي على مصر، قلت له: يا أبي، كيف المقام ببلد ليس به أحد من بني أبي؟ قال: يا بني، عمهم بإحسانك يكونوا جميعا بني أبيك، واجعل وجهك طلقا تصفو لك مودته. اذكرها يا موسى. وليكن الله في عونك.
زلت مصرا أن أباك متواطئ مع آل مروان يا عبد العزيز؟ والله إني لا أرى نظيرا لأبي في الدنيا كلها، ولكن عليك أن توجه هذا السؤال إلى رباب. رباب، رباب. نعم يا سيدي. قولي يا عماه كما كنت تقولين دائما. أراحلة أم باقية يا عماه؟ إذا قلت لك إنني ذاهب إلى الشمال الأفريقي لأعلم الناس الدين، فهل تأتين معي؟ ترك لك الأمير حرية البقاء أو الرحيل، ولكن ألا ترين أننا أمام رسالة تقربنا مما نحب وتبعدنا عما نكره؟ تعالي معنا يا بنيتي. نرحل يا رباب، نرحل ولا نعود، وربما من الله عليك بأخيك فتلقينه مرة أخرى. إلى أين تذهبين؟ عودي، عودي أيتها العنزة قبل أن يطبق الليل. أنا لا أعرف ماذا يحدث هنا، ولما أطاحت بك أقدام هؤلاء. لا بأس، أنا واثق أنك ستعودين. إما أن تعودي أو يفترسك وحش أو آدمي. من كان رزقه على الله فلا يحزن. نعم، أنا واثق أنها لن تنجو من براثن وحش أو آدمي. لن يقنع من يجدك بلبنك مثلي. تعالي، قلت ستعودين وها قد عدت، ها قد عدت. ولكن يبدو أنك لم تعودي وحدك. السلام عليك يا عماه. وعليكم السلام يا ولدي، تفضلا. إلى أن يستريح صاحبي. تفضلا بلا شرط، تفضلا يا ولدي. من أين أقبلتما؟ من القيروان. وكيف تركتما القيروان؟ بخير. وكيف يأتيها الخير يا ولدي ولم يأتيها أمير؟ ربما أتاها الأمير قريبا يا عماه. ربما قضى البرابرة والروم على المسلمين هنا قبل أن يأتيها الأمير هذا. أوه. 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 أوه.
أرني ساقك يا ولدي، فربما أعانني الله على مساعدتك. أية هذه يا ولدي؟ أنت تتألم منذ أيام، جرحك هذا ليس وليد اليوم. نعم. أية نعم هذه يا ولدي؟ أية نعم هذه؟ هذا الجرح كفيل بالقضاء عليك. أهو خطر إلى هذا الحد؟ كأنكما لا تحسان بخطره. أمسك به. أهملت جرحك أياما يا ولدي، فلتعتني به أياما، ولا أنصحك بالسير قبل أن يشفى. هل أنتما في مهمة؟ نحن ذاهبان إلى فلتذهب وحدك ولتترك صاحبك. أين أتركه؟ هنا. إلى أين أنتما ذاهبان؟ كنا في طريقنا إلى القلعة. قلعة زغوان؟ نعم. فلتذهب وحدك. بل أنتظر إلى أن يأتي معي صاحبي. ربما انتظرت طويلا يا ولدي. إلى أين تذهبين أيتها العنزة؟ تعالي، الماء هنا وليس عندك. ألست بعطشة؟ سيقتلك الظمأ قبل ارتفاع الشمس. تعالي، هنا رجلان بحاجة إلى الماء أيضا. تعالي أيتها العنزة. صباح الخير. صباح الخير يا خالد. ها؟ كيف حالك الآن؟ بخير. بخير. الصباح خير، وأنت بخير، وأنا بخير. الخير يعم الوجود، فما معنى ما يحيق بنا من شر يا قيس؟ أنادم على ما فعلت يا خالد. أنت أحق مني بالجواب يا قيس. أنادم على ما فعلت؟ إذا أردت الحق يا خالد، فأنا لا يحز في نفسي سوى بعدي عن رباب. لو قلت غير هذا ما صدقت، فأنت فعلا لا يعنيك في الأمر كله إلا غاية واحدة. لم تخرج معي ليلتها إلا لهذه الغاية. لم يقتل أبواك،
فخرجت لتثأر لهما فأخفقت فخسرت كل شيء. لا تنسى أننا سويا خسرنا كل شيء يا خالد. تستطيع أن تنفض يدك من الأمر كله وترتبط بفتاة أخرى يا قيس، أما أنا فلا أستطيع، لا أستطيع أن أنفض يدي من ثأر أبوي، لا أستطيع أن أقطع رحما يصلني بأختي. لم أعرض نفسي للموت هكذا لأرتبط أخيرا بأخرى نافضا يدي. أقبل الشيخ. ما اسمكما؟ أنا المغيرة، المغيرة بن سعد، وصاحبي حسن، حسن بن الصائف. أنتما من مصر؟ نعم. هل زرت مصر يا عماه؟ لا يوجد بلد حل به الإسلام، لم أحل به يا ولدي. ما اسمك يا عماه؟ حنش، حنش الصنعائي. حنش الصنعائي؟ أبو راشد؟ أتعرفني يا ولدي؟ وهل يجهل مسلم أبا راشد مؤسس المساجد في مصر وإفريقية؟ جهلت نفسي يا ولدي، جهلت نفسي من يوم أمسكت بالمغزل وقعدت عن بناء بيوت يذكر فيها اسم الله. هل تعيش هنا وحيدا يا أبا راشد؟ وماذا ينقصني يا ولدي؟ فلأعبد الله وحيدا ما دمت لا أجد من يعينني على إقامة بيت له. اللهم ابعث من عبادك من يعمر مساجدك، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. صدق الله العظيم. أدام الله الأمير، أدام الله الأمير، أعز الله بك الإسلام يا ابن نصير، أعز الله بك الإسلام يا ابن نصير، أدام الله مجدك يا أمير، أدام الله مجدك يا أمير، أدام الله الأمير، أدام الله الأمير، أعز الله بك الإسلام يا ابن نصير، أعز الله بك الإسلام يا ابن نصير. يا منيدر. لبيك يا ابن نصير. وأنت يا ابن رباح. نعم يا ابن نصير. أتسمعان ما يقوله الناس؟ المسلمون يدعون الله لك بالخير يا ابن نصير. بما يدعون الله لي؟ يدعون الله أن يديم مجدك دائما كما تسمع. ونحن معهم ندعو الله لك يا ابن نصير. أي مجد لي يستحق الدعاء ليديمه الله؟ هل أجبتماني؟ قول إنه لا شيء، بل يجب ألا يقول أحد ذلك قبلكما. قول ذلك للناس، وقول للناس أيضا الصلاة جامعة، نلتقي في المسجد ليعرف الناس لما وليت عليهم. لك السمع والطاعة يا ابن نصير. أيها الناس، أيها الناس، الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، الأمير يدعوكم للاجتماع به في المسجد. أيها الناس، كفاكم ما قلتم ولتسمعوا.
وصيت أمك بالاهتمام بها وبكل ما يوفر لها الراحة يا عبد العزيز. أواثق أنت أنها ستستريح هنا يا أبي؟ أنا واثق أننا نعمل على راحتها يا ولدي. ليتها تستريح هنا يا أبي. بل ليتك تريح نفسك بعد عناء سفرك الطويل هذا يا عبد العزيز. أحس أنني ما زلت على سفر يا أبتاه. سافر أبوك طوال عمره ولم يصبه إلا ما كتب الله له يا ولدي. هل تدريان من ولي القيروان؟ موسى بن نصير. متى وليها يا عماه؟ 40 يوما مضت يا ولدي وأنا لا أدري أنه يجلس في دارها. فعموسى سترفع بيوت لله يذكر فيها اسمه. هل تعرفه يا أبا راشد؟ كنت في علم الغيب يا ولدي عندما عرفته. ستريان في زمن ولايته الخير كله. ترى أين رباب الآن يا قيس؟ ربما بقيت في الفسطاط. استبقاها عبد العزيز بن مروان رغم أن فيها، أليس كذلك؟ ربما. كان علينا نتأكد. كان علينا أن نفر من أمام جنده ثم نتابع فرارنا من أمام موسى بن نصير. كان لنا كثيرا وكان علينا كثيرا، وأصبحنا لا نعرف ما لنا وما علينا. علينا الآن أن نصبر حتى تشفى ساقي ونبحث معا. هل نعود إلى مصر ثانية لنبحث هناك؟ لنبحث في القيروان أولا. ربما أتى بها موسى بن نصير معه. لا لا لا، لا أصدق أن يقبل موسى بن نصير أن يضمها بيته ثانية. أيمكن أن يتخلى عنها موسى؟ إلا في حالة واحدة، إذا قبلت الزواج من ولده. تقبل الزواج من أي ولد؟ عبد العزيز. تظلين طوال الليل تنتظرين؟ بل طوال العمر يا عبد العزيز. العمر أثمن من أن يضيع في انتظار. ما عمري إلا رحلة انتظار لا أعرف متى تنتهي يا عبد العزيز. بدأ عمري بانتظار والدي لا يرجع، ثم انتظار لثأر لا يؤخذ، ثم انتظار لأخي لا يعود. فقد أخوك في الفسطاط، فلا يعقل أن تنتظريه في القيروان. أكان يتحتم علي أن أظل في الفسطاط؟ بل يتحتم عليك أن تفكري قليلا يا رباب. فكرت كثيرا، وجدت أنني أمام أحد أمرين. إما أن يكون أخي وصاحبه على قيد الحياة فعلي أن أنتظرهما، لأنهما حتما سيبحثان عني، فلا أقل من أن أنتظرهما. وإما أن يكون قد غرق فعلي أن أجلس هكذا أقبر ألمي إلى نهاية العمر، ولكني على ثقة أنهما على قيد الحياة وحتما سيبحثان عني، فلا أقل من أن أنتظرهما. هل تجد أن في حياتي ما هو أهم من ذلك يا عبد العزيز؟ أنا لا أعرف متى تكف عما تفعل، وكأنك لا تدري أننا هنا في القيروان ولسنا في الفسطاط. وما الفرق يا عبد الله؟ أنت هنا ابن أمير يا عبد العزيز، لا أقل من أن تحس ذلك. أنا لا أحس إلا أنني ابن موسى بن نصير. أيتحتم على موسى بن نصير أن يصبح خليفة حتى يترفع ولده عن صغائره؟ أتسمي هذه صغائر يا عبد الله؟ قل لي ماذا تسمى إذن؟ بل قل لي ماذا تسمي ما حدث لرباب وأخيها في دارنا
قل لي أنت يا أخي ماذا فعلت ليحيق بها كل هذا العذاب؟ ماذا تريد أن نفعل لها أكثر مما فعلنا؟ هي لا تريد أن نفعل لها شيئا. ونحن لا نريد أن. إذا كانت الإمارة سبب ما أرى فلا كانت يا عبد الله. أبي اسمع لأبيك. سمعا وطاعة يا أبي. تذكر أنك تحاسب أخاك على ذنب لم يرتكبه، فإذا كنت لائما يا ولدي فأولى بك أن تلوم صاحب الفعلة. أتدري من يستحق لومك يا عبد الله؟ إنه أبوك. أبي حاشايا أن. لما يا عبد الله؟ لم يصبح أخوك ابن أمير إلا لأن أباك تقلدها. هل دار بخلد أحدكم أنه سيصبح ابن أمير ذات يوم؟ هل عمل أحدكم لها؟ لقد أصبح أخوك ابن أمير رغم أنفه، ويهوى أيضا رغم أنفه، فلا تجعل إمارة أبيه وزرا يا عبد الله، بل لا تجعله يكره اليوم الذي أصبح فيه ابن أمير. فالإمارة لن تزيد ولن تنقص من كونه عبد العزيز ابن موسى ابن نصير المحب. تعال يا عبد العزيز، تعال أيها الشاب الرقيق. أما أنت فلتذهب إلى حيث تنتظرك زوجتك، واترك لي هذا الذي لا ينتظره أحد. شكرا للرب على وصولك سالما يا فرناندو، ونشكره على ما هيأ لنا من اسباب النصر والخلاص يا سيدي الكون. النصر والخلاص يا فرناندو؟ اتى موعدهما يا سيدي. الا تجلس وتحدثني بما عندك؟ لا اطيق الجلوس يا سيدي الكون. اعرف حميتك وحماسك. بل تعرف كم تعذبت جالسا على عظام أسرتي منتظرا هذا اليوم. وكأنك تخشى إن جلست أن يفر منك هذا النصر والخلاص. لو تباطأنا يا سيدي الكنت فربما فر منا خلاصنا وضاعت الفرصة. أفصح يا فرناندو. ربما مات أمير المسلمين القادم إلينا وتولى أمرهم غيره. ربما مات؟ هل ولي أمر المسلمين في بلادنا أمير مريض يا فرناندو؟ بل أمير يشرف على 70 يا سيدي الكنت. يشرف على 70؟ نعم، أمير يشرف على 70، يحمل في ثنايا لحيته نهاية قومه ونهاية ما أصابنا على أيديهم. كنت محقا عندما رفضت الجلوس يا فرناندو. أقسمت ألا يستريح جسدي إلا بعد أن أفأر لأهلي جميعا يا سيدي الكنت. ستستريح يا فرناندو، أنا لنا أن نستريح جميعا. هذه الأخبار تستحق أن نعبر بها إلى الشاطئ الآخر، إلى طليطلة. ليتها كانت أخبارا تفيد بالقضاء على المسلمين هنا. ما اسم هذا الأمير العجوز يا فرناندو؟ موسى بن نصير. موسى بن نصير. لن يجد هذا الموسى العجوز مسلمين في بلادنا يأتمرون بأمره. لقد جئت مستضيئا بنور الله، مهتديا بكتابه، عاقدا العزم على نشر دينه، فها أنتم ترون أنه لا حاجة لنا في هذه الأرض إلا الدعوة إلى الله.
فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وما دعوتكم الساعة إلا لتساعدوني على نشر دين الله. ونحمد الله أن وفق ابن النعمان إلى تأمين المسلمين وحمايتهم وبث الأمن بين ربوع بلادهم، فلا حاجة إلى السيف الآن، ولا إكراه في الدين، ولا مساس بمن اتبع غير ديننا. علينا فقط أن نعلم من اتبع ديننا ما تعلمناه من أمور ديننا ودنيانا. يا ابن رباح، لبيك يا ابن نصير. لتصطحب معك من الرجال من يعينك، ولتبدأ من الغد. إلى أين إن شاء الله؟ إلى حيث المغرب الأقصى يا ابن رباح. المسلمون هناك بحاجة إلى من يعلمهم شؤون دينهم. وأنت يا منيذر، لبيك يا ابن نصير. المسلمون بحاجة إليك لتروي لهم ما سمعت من رسول الله ومن صحابته. بل أنا بحاجة إليهم ليسمعوني أيها الأمير. فلتلتقي الحاجتان على بركة الله. إلى أين إن شاء الله؟ إلى حيث تلمسان، فهي وسط بلاد المسلمين هنا. أنت يا ابن عقبة، لبيك أيها الأمير. أين أخواك عثمان وأبو عبيدة؟ يستعدان للرحيل إلى مدينة سجومة. ما خرجنا من مصر إلا لتعيننا عليها. رحم الله أباك عقبة بن نافع، لولاه ما كنا نجلس في القيروان الآن، بل لما وجدت القيروان أصلا. إذا كان أبي صاحب فضل فلتساعدني على الثأر له. يا عياض، انتقم زهير بن قيس لمقتل أبيك فأباد من قتلوه. ما زال في سجومة بعض من تآمروا على أبي أيها الأمير، وحق لنا ونحن ولده الانتقام له. دخل الناس الإسلام يا رجل. ومن لم يدخل؟ لا إكراه في الدين يا عياض، ما داموا لم يتعرضوا للمسلمين. فلكم دينكم ولي دين، والإسلام يجب ما قبله. وما دام المسلمون في أمان فلا حاجة بنا للسيف. ولتعلم وليعلم الناس جميعا أنني جئت ويدي خاوية إلا من كتاب الله. كفانا عقبة بن نافع وابن أبي السرح ومعاوية بن صريح وأبو المهاجر دينار وزهير بن قيس، كل هؤلاء مهدوا لنا الطريق وكفونا القتال. قاتلوا مدافعين عن دين الله إلى أن ثبت واستقر في هذه الأرض. وما علينا الآن إلا أن نتعهده بالسقيا والري حتى ينمو ويشتد عوده، ويستظل الناس بظله إلى يوم القيامة إن شاء الله. آن لي أن أذهب، وآن لكما أن تذهبا أيضا. يعز علينا فراقك يا أبا راشد. إذا اشتد شوقكما إلى أبي راشد فتعالى إلى القيروان. هل ستبني مسجدا هناك؟ بنيته من زمن يا ولدي، بنيته من زمن. ولكني بعون الله سأبني مساجد عديدة في أماكن أخرى. ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ خذ حذرك أيها الرجل، لقد استولى الرومان على القلعة. أية قلعة يا رجل؟ قلعة زغوان أيها الأمير. قلعة زغوان أقرب القلاع إلى القيروان؟ ما حال من بعد عنا من بلاد المسلمين إذن؟ ما اسمك يا رجل؟ أنا أبو زرعة طريف. أقتلت الحامية كلها يا طريف؟ استمتنا في الدفاع عنها،
ولم ينجو إلا نفر معي. ما حاولنا النجاة إلا لنسرع إليك بالخبر أيها الأمير. أسرع بتطبيب جرحك أولا. لن يطيب جرحي إلا باسترداد القلعة أيها الأمير. لن تسترد القلعة ودمك ينزف هكذا. هيا. لن يبصر سيف المسلم ما دام يضرج بدم المسلم. دم المشركين على سيفك، قميص يوسف على وجه يعقوب، بعدها يرتد بصيرا يا موسى. عشرون عاما يا أبا أيوب، عشرون عاما مضت. أبعدها تذكر هذه الكف ما فات ذكره؟ لن يبصر سيف المسلم ما دام يضرج بدم المسلم. دم المشركين على سيفك، قميص يوسف على وجه يعقوب، بعدها يرتد بصيرا. نعم يا أبا أيوب، نعم أذكر ما قلت، لأنني أحبه أعشقه، ولكن أتعشق يدي هذه مقبض سيفي هذا؟ ستشرق الشمس ولم تنم يا أبا عبد الرحمن. تعال يا أم عبد الله. لبيك يا أبا عبد الرحمن. قولي لي، كم ولدا أنجبتي؟ خمسة. من أكبرهم؟ عبد الله. علي به. أتطلب عبد الله؟ من لي الساعة إلا أكبر ولدي، علي به. سمعا وطاعة، سمعا وطاعة يا أبا عبد الرحمن. فيما يريدني أبي يا أماه؟ يعلم الله يا ولدي، بل يعلم الله ما حل بأبيك. ماذا حل به يا أمي؟ لا أعرف يا ولدي، لم أرى أباك من يوم أن عرفته في حالة كتلك التي رأيته عليها الآن. هوني عليك، فلم يحدث لأبي ما حدث له الليلة من يوم أن عرفته يا أماه. أنت يا ولدي لم تسمع ما قاله. أنا بطريقي لأسمع ما قاله لك وما سيقوله لي. أرح أباك يا ولدي. إن لم يرح ولده فمن يريحه يا أم عبد الله؟ تعال يا عبد الله. لبيك يا أبتاه. إذا كنت صاحب كلمة يا ولدي فلا بد أن تكون صاحب سيف أيضا. أتدري لما؟ أدري يا أبي، لا بد للكلمة من قوة. لا بد للكلمة من سيف تعلق على ذوابته. أتى أبوك بالكلمة وها هو يبحث عن سيفه ليعلقها على ذوابته قبل أن يطأ الروم القيروان. ما بقي إلا القيروان يا عبد الله، ما بقي إلا هنا. هون عليك يا أبي، هون عليك يا أبي. كيف يهون أبوك على نفسه؟
كيف يهون على نفسه من أضاع جهاد المسلمين طوال 60 عاما؟ 60 عاما نثرت خلالها كلمة التوحيد فوق هذه الأرض، رويت بدماء المسلمين، حملت على أرواحهم، ثم يأتي أبوك فيضيع كل هذا. هل أتى أبوك ليقضي على الإسلام هنا يا عبد الله؟ أبي، فات أوان أبيك يا عبد الله. ما فات يا أبي؟ ما فات. أما زال موسى بن نصير هو موسى؟ من نذره أبوه للبطولة ودرجه بالدم ليلة مولده؟ درجني بدم المشركين لأتشمم ريح البطولة، وها هي البطولة على قيد خطوة، فهل يستطيع هذا الساعد أن يمسك بها؟ انتظر أبوك العمر كله ليرى هذا السيف مدرجا بدم المشركين يا عبد الله، فإذا بالموت يحدق به. أتشممت ريح البطولة في أبيك يا عبد الله؟ هذا الدم الذي يسري في عروقك هو دم موسى، هذا الاسم الذي يتبع اسمك هو موسى، أتفهم؟ موسى، موسى بن نصير. فهل تستطيع أن تكون موسى بن نصير يا ولد موسى؟ إن لم أكن موسى بن نصير فلا حق لي في أن أكون أكبر بنيه. لن أبرح مجلسي هذا إلا عند عودتك. أتدري كيف تعود يا عبد الله؟ كما يأمل موسى بن نصير أن أعود. قلعة زغوان، فلترتج أسوارها تحت صيحة لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا تأتي إلي بأسرى يا عبد الله، بل لا تأتي أباك أبدا إن لم تروي أرضها بالدم من أدموها. ماذا تنتظر؟ أمر مولاي. لا أمر لي إلا ما سمعت، فعلى بركة الله ودفاعا عن كلمة التوحيد انطلق. عبد الله، إن لم تعد كما أرجو فلن تجد أباك يا عبد الله، لن تجد أباك. سمعتها يا ولدي، سمعتها يا عبد الله. فلتتجاوب أصداؤها في طول البلاد وعرضها. عليك الأمر وعلينا الطاعة يا أبي. أعدت بغنائم يا ولدي؟ أتيت بها لتوزعها بنفسك. فلتخرج خمسها لبيت المال وتوزع الباقي على جندك كما أمر الله. أتيت إليك من هناك بما تحب يا أبي. لا، أبوك لا يحب أن يختص بشيء يا عبد الله. لو أردنا أن نوزعه ما وزع، ولا أرى من هو أحق به منك. لا لا، لا حق لي في مال المسلمين. إن رغبت عنه فرده إلينا. أدخل من عندك أيها الحارس. أبو راشد، أبو عبد الرحمن. أين أنت يا رجل؟ عند زغوان. متى تعمل هناك؟ ما رأيك في نصيبك يا أبي؟
والله لو شاركني أحد فيه لقاتلته عليه. فلوراندا. لبيك يا أبي. تعالي لتستقبلي معي القائد العظيم فرناندو. هيا يا فلوراندا. لا أعرف يا أبي، لماذا تصر على حضور هذا الاستقبال؟ أنا أعرف لماذا أصر على أن تستقبلي القائد المنتصر فرناندو. أمرتني بالاستعداد للرحيل إلى طليطلة، والآن تأمرني بأن... لن نذهب إلى طليطلة إلا بأخبار هذا الفارس العظيم فرناندو. لن أذهب إذن لأقيم في قصر الإمبراطور؟ سيزدهي قصر الإمبراطور بشرف إقامتك فيه. كل الأمراء يرسلون بناتهم هناك ليتربين ولينلن شرف الإقامة في قصر الإمبراطور، أما أنا فأرسل ابنتي لينال القصر شرف إقامتها فيه. هيا هيا لتشرفي فرناندو باستقبالك، ثم لتشرفي طليطلة. أميرتي الجميلة. أميرتك الجميلة تستقبلك وتودعك في نفس الوقت يا فرناندو. أراحل يا سيدي؟ قصر الإمبراطور في شوق لأخبار انتصاراتك، وفلوراندا في شوق للإقامة في قصر الإمبراطور. فليعلم إمبراطورنا العظيم أننا نستعد لدخول القيروان، ولتعلم أميرتي الجميلة أننا سننتظر رؤيتها ثانية بعيون لن تنام. إذا لم تنم عيونك أيها القائد فلن تستطيع رؤيتي. نراك دائما بلا عيون يا أميرتي. لم تقتصر فروسيتك على غزو البلاد يا فرناندو. ما أسهل غزو البلاد يا سيدي. أرجو ألا تجد صعوبة في الغزوات الأخرى. الفضل في انتصاراتنا جميعا مرده إليك يا سيد الكل. تفضل لنتدارس الأمر. فليسمح لي سيد الكونت بعرض بعض أسرانا عليه. أسرى؟ وما حاجتنا بالأسرى يا فرناندو؟ لما أسرتهم؟ سيدي هما ليس بأسيرين عاديين، وإنما أشك أنهما من جواسيس الأمير العجوز. هل أسرت أحدا من بلاطه؟ قرب القيروان، ليس من بلادنا ولا تكلمان لغتنا. علي بهما. اسجنا! اسجنا قلت لكما! نحن لا نسجد لغير الله أيها الخبي. أمرك بالسجود أيها الأسير. قلت لك لن نسجد إلا لله. ماذا يقول يا فرناندو؟ يرفضان السجود أمامكم يا سيد الكونت. دعهما دعهما. لا يليق بك يا فلوراندا. لا يليق يا أبي أن يقتل في حضرتك. أودعهما في السجن لحين عودتنا. لا شك أنكما ستقودان جيشنا إلى مخدع أميركم في القيروان. عبدالعزيز تعال لأدلك على مكانك يا ولدي. فلتأذن لي أولا بارتداء ملابس الحرب وإحضار عدتها يا أبي. انتظر حتى ترى موقعك من الجيش أولا. ما عهدت مقاتلا بلا عدة حربه مهما كان موقعه يا أبي. هناك من المقاتلين من لم تلمس أكفهم السيف يا ولدي. إنهم من يجاهدون الجهاد الأكبر يا عبد العزيز. أيه تعال.
ما سمعت بالجهاد الأكبر يا ولدي. تخيل إلي يا أبي أنك لا تنوي أن تأمر لي بالخروج معك للحرب. تعال تعال لتعرف ما أنتوي أن آمر لك به يا عبد العزيز. تعال. تفضل يا نائب الأمير لتحتل مكانه إلى حين عودته. إيه؟ ألا تستحب مكان أبيك يا عبد العزيز؟ بل لا يحب أبي خروجي معه. أنا لا أطمئن لغيرك في مجلس الإمارة يا ولدي. لا تطمئن لي كمقاتل؟ لما يا عبد العزيز؟ ما يدفعك إلى ما قلت؟ تدفعني للجلوس هنا وتسألني ما يدفعني إلى ما قلت؟ هذا المجلس يا ولدي لا بد لمن يشغله أن يجمع بين الرقة والشدة. وأنا أكثر إخوتي رقة وشدة يا عبد العزيز. كيف يا أبي وأنت لا تراني إلا كما يراني عبد الله، رقيقا يجرح النسيم خديه ويكتم هواه منتظرا. والله ما وصفتك بالشدة إلا لهذا يا ولدي، فلو ملك المحارب صبر المحب وعزمه لعبر البحر خائضا وفتح الحصون بلا سيف. فلما لا تبعث بي لأخوض البحر وأفتح الحصون ولو بسيف يا أبتاه؟ حتى لا أحرمك من رؤية من تحب يا ولدي. عبد العزيز لا تجادل أباك أكثر من هذا، ثم إني آمرك بالامتثال والطاعة لأوامري، فإن لم أكن أباك فأنا أميرك. السمع والطاعة أيها الأمير. بل على الجميع هنا السمع والطاعة لك إلا رباب يا عبد العزيز، فلا طاعة لك عليها إلا بما أمر الله. أتفهم أباك؟ لولا ثقتك من ذلك لما أجلستني هنا يا أبي. الحق ما تقول يا موسى الأصغر، الحق ما تقول يا ولدي. أستودعك الله وأدعو لأبيك بالنصر. والله لن يخذل رجل مثلك يا أبي.